كنت عم تسمع. لا اكيد مش هذا هو السؤال. السؤال احمد بيقول: اعلن رسميا منذ ايام عن استشهاد العسكريين المخطوفين، شو هي الكلمه اللي بتوجهها لاهالي الشهداء الابطال؟ مساء الخير. اول شيء بدي بلش تحيه اجلال واكبار للجيش اللبناني يلي عم يضحي بارواحه، عم يضحي بدمه كرامه هيدا البلد ليرجع يوقف على اجري. رسالتي لأهالي المخطوفين اللي هن شهداء وخاصة لأمهاتهم، بدي أقول لهم ارفعوا راسكم بالعالي، أولادكم هن شهداء هيدا الوطن، أرواحهم ودمهم ما راحوا ضيعان، دمهم هو شرف تضحية ووفاء. شكراً لك أحمد. بهالوقت رح نطلب من لجنة التحكيم وضع العلامات. منافسة عم تشتد ساندرا. أكيد. مايكل خوري، عم تسمع منيح مايكل؟ الميوزك كانت عالية. السؤال الأخير بيقول: أعلن رسمياً من أيام عن استشهاد العسكريين المخطوفين، شو الكلمة اللي بتوجهها لأهلهم للأبطال؟ مساء الخير. إذا حلفني الحظ الليلة أو ما حلفني الحظ الليلة، على الحالتين بحب وجه رسالة لكل أهالي الجنود وقل لهم أول شيء الله يرحمهم، وما تبكوا ما تزعلوا لأنه أولادكم أبطال، وما تبكوا ما تزعلوا لأنه كلنا سوا رح نكون أولادكم، وأنتوا بحد ذاتكم مثال عن الشرف والتضحية والوفا. وشكراً. إذن إجابات المشتركين عم بتكون محكمة. Thank you Michael. Thank you Michael. بهالوقت رح نطلب وضع علامات لجنة التحكيم. هاي جايتن، عم تسمعنا منيح؟ هلا بس روق الضجة شوي. ثانك يو. جايتن جود لك. السؤال بيقول: أعلن رسميا منذ أيام عن استشهاد العسكريين المخطوفين، شو هي الكلمة اللي بتوجهها لأهالي الشهداء الأبطال؟ مساء الخير. صراحة نحن كنا متوقعين انه نسمع خبريه حلوه ونسمع بسلامهم، للاسف سمعنا انه ماتوا شهداء. فانا بحب وضح رساله للاهل تبعون هدول الشهداء انه الله يرحمهم اول شيء، وما تبكوا ووطوا راسكم، ارفعوا راسكم لانه هن مثال الشرف والوفاء والتضحيه. وانا كوني اني عايش اكثر بديت حياتي برا، بحب وضح كلمه بلغتي انا. These men, they died the highest degree of honor. These men are a perfect example of what not just one Lebanese man should be. These men, they represent what, how every human being should be in this life. These men have their names engraved in this soil of this country. شكراً جايتون. بدي وضح شغلة للمشاهدين وللحضور إنه عنا مشتركين، جايتون عثمان ومايكل خوري، هن مغتربين وقرروا إنه يكملوا حياتهم بلبنان، وبدنا نقول إنه أنتو مثال للشاب اللبناني المثقف. المشترك الأخير فادي تميم. فادي، أعلن الأسبوع الماضي عن استشهاد العسكريين المخطوفين، شو هي الكلمة اللي بتوجهها لأهالي الشهداء الأبطال؟ مساء الخير. أسمى شغلة ممكن يقدمها إنسان بحياته هو تقديم روحه، تقديم استشهاده للوطن، لأرضه. بحب أعزي أهالي الشهداء، بحب حيي أهالي وأمهات هالعسكريين هالمقاتلين، لأنه هالشهداء هن أساس وطننا، هن أرضنا، نحن بديهن، نحن بديلن منا أي شيء. شكراً. شكراً فادي تميم. إذن مين رح يكون ملك جمال لبنان لعام 2017؟ جواب بعد البريك.
قبل ما يطلوا المشتركين بدعيكم ترحبوا معي بحماس كتير كبير بنجمة احتفال الليلة ديفا هيفا اللي رح نسمعها بأغنية جديدة. بحب الحياة باخدها ببساطة وانا زعلي بعيش الحياة وايه اللي يستاهل افكر فيه اتنش وعيش او كلام الناس ده ما يشغلنيش وما يهمنيش وهو الكلام هيفيدنا بايه اضحك يلا اضحك خلي الدنيا ملكك افرح من النهاردة يلا نفسي بحاجات في الاخر ما تفيدنيش بحب التفاؤل وبحب الخير دايما للناس ما بعرفش اجامل وهعمل اللي يفرحني خلاص اضحك يلا اضحك وخلي الدنيا ملكك وافرح من النهاردة يلا International is Lebanon! That means the first runner-up is Japan! Let's give him another big applause, guys! Welcome all of you, Mr. International 2016. وصلنا للاسم الأخير من سهرة انتخاب ملك جميل لبنان لعام 2017 المشتركين الـ15 على المسرح وكلنا ناطرين هاللحظة الكل على أعصابه مشان هيك ما رح نطول عليكم البداية رح تكون مع مستر فوتوجينيك بانتظار اعلان مستر فوتوجينيك الشباب على اعصابهم الشباب الـ15 على اعصابهم ما رح اذكر الشباب الـ5 الفاينالست البداية رح تكون مع مستر فوتوجينيك مستر فوتوجينيك ادي بيطار
مبروك أدي. أدي بيتسلم ويشاح مستر فوتوجينيك. منذكر أنه مستر فوتوجينيك بيتمتع بأحلى وجه على الكاميرا. مبروك أدي بيتار. أما مستر بيرسوناليتي هو مستر بيرسوناليتي علي قدوح. مبروك علي. أما هلأ فعم نوصل لساعة الصفر ورح نبدأ بإعلان اسم الوصيف الرابع لملك جمال لبنان لعام 2017. بداية مع الوصيف الرابع. مين رح يكون أول المغادرين بين الشباب الخمسة؟ بس هو أكيد ربحان. سبقتين عليها صح. لأني مرقت فيها النطرة وبعرفها. الوصيف الرابع لملك جمال لبنان 2017 هو فادي تميم. بيتقدم ويشاح لفادي تميم الوصيف الرابع. مبروك فادي. أربع مشتركين بقيوا ليتنافسوا على لقب واحد، رح نعرف بعد لحظات. الوصيف الثالث لملك جمال لبنان 2017 هو إذن الوصيف الثالث أحمد جراب. مبروك أحمد. كمان أحمد بيتسلم ويشاح الوصيف الثالث. ساندرا الحماس عم بزيد بالسال، وطبعا المشاهدين عبر شاشة الام تي في ناطرين على نار. ثلاث مشتركين ولقب واحد، مين يلي رح يتسلم لواء الجمال ويحمله ويكون سفير لمدة عام بكامله؟ رح نتابع مع الوصيف الثاني لملك جمال لبنان عام 2017. شباب إذن الوصيف الثاني لملك جمال لبنان 2017 هو جيتون عثمان. مبروك جيتون. بدنا نذكر انه جيتون رواد ومايكل هن ثلاث اصحاب اجتمعوا بمستر لبنان وصاروا اصحاب على طول بالتمارين داي باي داي. مين يا ترى بين رواد ومايكل مين يا ترى الحائز على لقب ملك جمال لبنان 2017؟ بدعي ملك جمال لبنان 2016 بول اسكندر. وطبعا بندعي السيد نضال بشراوي صاحب وكاله نضالز ايجنسي وهو منظم حفل انتخاب ملك جمال لبنان لتتويج مستر لبنان 2017. وطبعا بدنا نطلب من الوزير إلي ماروني يتفضل على المسرح. إذن يا ترى رح يكون رواد أو مايكل؟ شو بتقولوا؟ القلوب عم بتدق. بول اسكندر صار موجود معنا على المسرح.
بول حابب يلقي كلمة قبل التتويج. Bonsoir Paul. Bonsoir. Bonsoir à الجميع. لكل الحضور ما حطول عليكم، اكيد لحظه كثير صعبه على الشباب. جود لك لكم. انا كثير فخور وكثير مبسوط بوقفتي هون. بتذكر اللحظه اللي وقفت فيها السنه الماضيه هون وتوجت بملك جمال لبنان، كانت بدايه المشوار لي. الحمد لله قدرت وصل صوره الشاب اللبناني بطريقه حلوه، الشاب المثقف مش بس الوسيم. وبتمنى الخير للشبان الموجودين حدي مايكل ورواد، وانا اكيد انه هن قد المسؤوليه قد وقدود. وبشكركم كلكم على وجودكم، وما في شعور اجمل من انه انتم تكونوا موجودين ومبسوطين باولادكم وفخورين فيهم. جود لك اجان وميرسي لكم على السنه الحلوه. اذا كلنا بدنا نحيي بول اسكندر ملك جمال لبنان لعام 2016، وطبعا ملك جمال العالم، ولحظات رح يسلم ولايته 2016 لشاب من الشابين يلي وصلوا معنا لهيدي المرحلة، رواد أو مايكل. مين يا ترى حاصد اللقب لملك جمال لبنان عام 2017؟ رواد واضح عليه التوتر، مايكل بالانتظار، أعصاب مشدودة، ولحظات رح تبقى بالبال كل حياتهم. Good luck للاثنين. إذن بهاللحظة بدنا نعلن اسم الملك أنا وساندرا، ملك جمال لبنان لعام 2017 هو مايكل خوري. مبروك مايكل. مبروك مايكل. إذن مايكل، مبروك مايكل، رح يتسلم لواء الجمال بلبنان ورح يمثل الشاب اللبناني، وملتقانا رح نكون معكم السنة الجاية بمستر لبنان 2018. لاقونا السنة الجاية بمستر لبنان 2018. تصبحوا على خير. خير. She smell like you every day.